تمتم فاد انت وغاق مات وين ما تنكر لكن هالاحرد. لقد أصبحت كلمة الترج مرادفة لكلمة الهجار وملتصقة بها. هذه الجبال ذات الأشكال البديعة والمناظر الجميلة هي فضاء الرجل الترجي الذي يتحرك فيه والملجأ الذي يحتمي به، وهو إقليم نشاطاته اليومية ومصدر إلهامه وفضاء أحلامه. إن الهجار هو هذه الكتل الجبلية التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي للجزائر، به أعلى قمة جبلية في البلاد هي قمة طهات ب3003 أمتار. يقول ابن بطوطة الذي زار المنطقة سنة 1350 ميلادية: ووصلنا إلى بلاد الهجار وهم طائفة من البربر الملثمون، ويضيف: وسرنا في بلاد الهجار شهرا وهي قليلة النبات كثيرة الحجارة طريقها وعر. يقال أن النقوش الموجودة بهذه الجبال تعود إلى حضارة إنسان بدائع عرف باسم إيسابتن الذي عاش في العصر الحجري الحديث، وقد كان يتكلم لغة تسمى بتماشاق القديمة ولها استمرارية في اللغة التي يتكلمها التوارق حاليا. والتوارق هم امتداد لتلك الشعوب القديمة، يعرفون بإيموهاج نسبة إلى اللغة الترجية التي يتكلمونها تماهاج التي تكتب بحروف تيفينا. وقد أرجع ابن خلدون أجداد التوارق إلى الصنهاجيين وسماهم بصنهاج الملثمين، ويقول عنهم: هم الموطنون وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، اتخذوا اللثام تميزا بشعاره بين الأمم. هم متوارك قالوا في القول، يقولوا الناس الكبار يعني اللي جات، كي جات من تما قعدت في تما في أبل السا هي وتكما، واحدين يقولوا صاحبتها واحدين يقولوا خدمتها، وسكنوا تما ولادهم يقولوا خارجين منها كل غلا وتايت وقتين هنا خارجين من بناتها قالوا، وتكما قالوا خارجين منها لقغالي وايت لوين وكلهن. يقول ابن بطوطة: هم قبيل من البربر لا تسير القوافل إلا في خفاراتهم، وهم رحالة لا يقيمون. ولكن رغم هذا يبقى الاعتقاد السائد لدى أغلبية التوارق هو انحدارهم من امرأة تعرف باسم تنهنان فهي جدتهم الأولى، ويستشهدون على ذلك بأدلة شفوية وأخرى مادية. في عمق الأهجار يوجد هذا الضريح الجنائز الذي يرجح الباحث إلى تنهنان. هذه المرأة هي جدة التوارب، منها تبلورت ثقافتهم وحولها وضعت علاقتهم الاجتماعية وحدد الدور المخصص للفرد والقبيلة بينهم. على بعد حوالي 80 كيلومتر من مدينة منراست توجد مدينة فلاحية تمتاز بخصوبة أراضيها وتدفق مياهها، هذا ما ساعد سكانها على الاستقرار والقيام بالأعمال الفلاحية. سكانها ينتمون لمجموعة من القبائل أغلبهم من قبيلتي تيطوق وكلغال العريقتين. هذه المدينة هي مدينة أبالسة. أوه. أوه.
الجهة الغربية لوادي أبالسة، وعلى ارتفاع 914 متر توجد بقايا بناية من الحجر الجاف، هي ضريح ملكي ينسب إلى تنهنان. هذه الأثار تحتوي على 11 غرفة ورواق، هم السجل التاريخي لأصل التوارق ومنبع جذورهم الأولى. في سنة 1925 قامت بعثة أمريكية فرنسية لأول مرة بالحفر في الضريح الذي كان عبارة عن كتلة ضخمة من الحجارة كانت تعرف برجم لدى السكان المحليين. تحت البلاطات الكبيرة من الغرفة رقم 1 اكتشف الهيكل العظمي المنسوب لتنهنان. كما اكتشفت خارج الحصن مجموعة من القبور يعتقد أنها لخادمتها تكامات والعبيد الذين رافقوها في رحلتها من تفيلال. إلا أن منطقة الأهجار تصخر بالكثير من هذه القبور الضخمة، وإن كانت أقل شأنا سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية المعمارية. قبل اكتشاف الضريح الجنائزي لتنهنان صدرت العديد من القصص والأساطير التي تطرقت إلى هذه الملكة وكنوزها في منطقة الأهجار. فقد تكلم عنها هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، ورويت عنها العديد من الحكايات العجيبة، أشهرها قصة الأطلنطيد لبيير بونوا الفرنسي التي صدرت سنة 1918. فقد جاء في قصته الخيالية الأطلنطيد أن ضابطين فرنسيين سجنا عند ملكة أسطورية منحدرة من الأطلنط وتعيش في قصر وسط الهجار. وإن كانت أنتينيا شخصية أسطورية خيالية لدى المؤلف، إلا أنه تم اكتشاف ضريح تنهنان 6 سنوات بعد ذلك. أما قصة تنهنان التي يرويها توارق فهي أسطورة أخرى. ترى أن تنهنان كانت امرأة مسلمة تركت تافيلالت، وهي منطقة في جنوب الأطلس المغربي أين ولدت وجاءت نحو الهجار مصحوبة بخادمتها الأمينة تكامات ومجموعة من العبيد. الأسطورة المعروفة هي اللي تقول لك تنهنان هي امرأة بربرية من جهة تافيلالت في الأطلس ماروكا، جات هي الخادمة تاعها اللي اسمها تاكامات، جاو ما يقولوش علاش جاو في الأسطورة، ما الظروف اللي خلاتهم باش يتنقلوا من هذيك البلاد. حتى كي لحقوا لهنا الهجار لقاو تقريبا بلد من عدم من السكان، كاين غير واحد الجماعة كانت في وسط لاتاكور هذيك الجهة اللي اسمها طايسا، هاد الناس كانوا يسموهم إصابادن. كانوا قال لك هذا الاسطوره واش تقول بهاد الناس كانوا متخلفين وكذا. تنهنان استقرت هنا في الهجار في منطقه اباليسا، وين تما دفنت التم باراسويت، وهي كيش يقولوا الام توارق النوبله للاهجار. يقولوا الناس الكبار يعني اللي جات، كي جات من تما قعدت في تما في أبلسة هي وتكما، واحدين يقولوا صاحبتها واحدين يقولوا خدمتها، وسكنوا تما. أولادهم يقولوا خارجين منها كيرغلا وتايت وقتين هنا خارجين من بناتها قالوا، وتكما قالوا خارجين منها بقغالي وايت لوين وكلهن. قصة تنهنان هي قصة أسطورية محضة. كيف بدأت؟ قصة الأسطورية
كانت بدايتها اول شكون وضعها الاسس نتاع القصه الاسطوريه هو المؤرخ هيرودوت الذي تكلم عن الاهجار واعطاها اوصاف خياليه وقصه مبالغ فيها الى حد كبير حيث ذكر في احد الفقرات يعني من القصه ذكر ان هناك منطقه الاهجار منطقه واسعه وذكر بانها منطقه بها من الذهب كذا وكذا وذكر ان جبالها تلامس السماء يعني نوع من نوع من البلاغه. اذا هذه القصه وفيها قصور وكذا وكذا. وبعد ذلك تاثر بالقصه من تاثر بالقصه المؤلف القصصي بيير بونو. هو كذلك الف قصه لا تقل خياليه ان صح التعبير عن تلك التي عن الاحداث التي ذكرها هيرودوت. قصه الاطلنطيد. وهناك الملكة أنتينيا وكذا والقصر المبني الذي بناها الروماني جالوتا وكذا. إذا من هنا هذه هي الأسس الأساسية لقصة تنهينان. بعد ذلك عرفنا احنا قصة تنهينان كيف عرفناها؟ عرفناها عن طريق ريغاس وأحد سكان منطقة الأهجار اللي نحى يعني الكلمات وما قيل عن القصر الموجود الخيالي هو عبارة كان خيالي الموجود في منطقة الأهجار نسبه مباشرة دون أي بحث دون يعني أبحاث ولا حتى يسمى هناك ما كانش أبحاث نسبه مباشرة الأحداث إلى تنهينان فقال تنهينان هي هذه هي ملكة الصحراء ملكة التوارق وهي النسب الأسطوري لسكان الأهجار هي قصة خيالية أسطورية وين ما تنجار لكن هلا حرج مقام نجماي دكراب ترانت براض انت مجري هذه بقايا قلعة مبنية فوق هضبة على ضفة وادي أبالسة تم اكتشافها أي البناية من قبل مجموعة من الباحثين الفرنسيين سنة 1924 كما تم اكتشاف الهيكل المنسوب لتنهينان مع مجموعة من الحلي في الغرفة رقم 1 المتواجدة في الزاوية جنوب غرب البناية سنة 1925 وهو نائم على الظهر متوجه نحو الشرق وفورا بعد الاكتشاف في سنة 1926 نقل الأثاث الجنائز والهيكل إلى نيويورك ليعرض هناك وفي سنة 1934 نقل إلى باريس ومعظم القطع المكتشفة والهيكل توجد حاليا بمتحف باردو بالجزائر العاصمة معلم تنهينان هو معلم منفرد في الأهجار ومميز في الصحراء الوسطى كاملة في الأهجار يعتبر كالشاهد الأول عن وجود فن العمارة في هذه المنطقة لتجهل فن العمارة واللي السكان تاعها كانوا يعرفوا بأنهم رحال وكذلك مميز قلنا في الصحراء الوسطى كاين بعض أجزاء المعلم عندهم فضاءات اللي تشير إلى أصناف غير موجودة في الصحراء الوسطى ولكنها موجودة في الشمال الإفريقي وكذلك نقدر نقولوا موجودة كاع عبر شريط البحر الأبيض المتوسط هذا زيادة إلى الجانب المعماري هذا المعلم مرتبط بشخصية تنهينان الأم الأسطورية للقبائل النبلة في الأهجار وكذلك إلى الكنز الذي وجد خلال الحفريات التي قيمت في 1925 من طرف بعثة فرنسية أمريكية دراسات اللي قمنا بها على المعلم لحقنا بها إلى نتائج جديدة كانت غير معروفة في الماضي حيث في الماضي كانوا يقولون لهذا المعلم كان معلم جنائزي وأمثال المعالم الجنائزية اللي موجودة في الشمال اسمهم المونيومون فينيرار ديون بيلاتوار اللي لقوهم أما في الطومبو دو لاكريتيان أو في إمدراسن أو خاصة في الجدار تاع التيارت إذا قلت الدراسة اللي قمنا بها سمحت لنا باش نلحقوا نتائج جديدة أن هذا المعلم كانت عنده عدة وظائف عبر التاريخ في البداية أصلا هذا المعلم كان عبارة عن حصن أو كما يسمى أي قصبة وكان الموقع تاعه في أباليسة فوق جبل أباليسة وكان
على ضفاف واد أباليسا اللي كان منطقة عبور للقوافل، كان عنده موقع استراتيجي في هذا المكان. المرحلة الأولى وين كان هذا المعلم، كان حصن قصبة، صارت فيها تحويلات الداخل، وهذه التحويلات خلاوها باش تكون عطاو لها التحويلات، رجعوها هذا المعلم عنده هندسة تاع المعالم الجنائزية اديون دولاتوار. واش داروا؟ كاين الباستيون نورويست، كاين الباستيون فتحوه، نحاو هذاك المور انتيريور تاع الباستيون وداروا سور دو كوريدور، ان كولوار ممر، وين قادر استاد الزائر اللي يزور هذا المعلم الجنائزي كيدخل يدور على هذيك الغرفة الجنائزية بلا ما يعاود يولي على رجليه. هذا هو البرانسيب تاع لي مونيمون فينال دي امبيلاتوار. واش داروا الناس اللي عاودوا هيكلة هذا المعلم؟ فتحوا ممر وراء الغرفة الجنائزية، وكذلك فتحوا باب في الغرفة الجنائزية وين تخلي الانسان اللي يزور هذا المعلم عنده عدة طرق باش يدور على الغرفة الجنائزية. صارت حفريات ولقاو الهيكل تاع تنهينان، ولقاو الكنز تاع تنهينان الداخل والقبر، هذا شيء معروف. كانت وظيفة ثالثة لهذا المعلم، وهذه الوظفة عاود تصبح كحصن لمرة ثالثة، وين هذاك الممر نشوفوه كاين حيط بالطوب، غلقوا هذاك الممر، وهذيك الباب تاع الغرفة الجنائزية عاودوا غلقوها من جديد. هذه المرحلة الثالثة. وكاين نقدروا نقولوا ان كاتريام اكسيون، وين هاد لو مونيمون اللي هو تردم تغطى كاع بالحجر، ونهار كي داروا لي فوق لقاو دي تراس تاع الحريق تاع الخشب اللي كانوا يستعملوه باش يسطحوا الغرف هذيك. هذوك لقاو دي تراس دو بوا كالسيني، دونك شغل سكي نوز امان اي مات دي بوتي سويفون كو، دونك لو مونيمون ايتي انسوندي et même détruire donc le monument comment il était. Donc quand je vois le tsaour avant la découverte du monument, je vois que الناس ما كانتش على بالها بلي هذا المونيمون عنده هندسه. هكذاك الداخل كان عباره عن جبل. دراسه الهيكل العظمي والحلي وما وجد معهما يلعب دورا مهما في تاريخ المنطقه، فهو يحدد الفتره الزمنيه لهذا الحصن ويبين بالتدقيق الخصائص المميزه لتلك الفتره والدور الذي لعبته المنطقه في ذلك الوقت. وحسب كتيب كنز تنهينان الصادر عن متحف باردو سنة 1984، فإن عادات الدفن في الضريح والمقبرة لا تشبه العادات الجنائزية الإسلامية، بل هي سابقة للإسلام. كما يشير الكتيب إلى أن التأريخ بواسطة الكربون 14 على قطع من الخشب التي وضع عليه الهيكل ترجع لسنة 470 ميلادية. الغرفة الجنائزية التي لقبت بالغرفة رقم 1 والتي عثر فيها أو عثر في تحت أرضية الغرفة هذه على مدفن تنهينان، عثر على الهيكل العظمي للأميرة، وكانت ترتدي 7 أساور ذهبية في اليد اليمنى، عفوا في اليد اليسرى، و7 أساور فضية في اليد اليمنى، وقد عثر على إسورة فضية تحت الكتف الأيمن، وعثر كذلك على جواهر من ذهب ومن أحجار مستمينة متبعثرة فوق جسمها، كما عثر على بقايا جلدية على الصدر الهيكل العظمي، ويعتقد أن هذه البقايا الجلدية هي بقايا لفستان جلدي كانت ترتديه نساء الترديات منذ التاريخ القديم. هذه الجواهر لها تأثيرات إفريقية وتأثيرات متوسطية، مثلا الأساور الذهبية لها تأثيرات من النيجر، لقد عثر في الأساور الذهبية والفضية كذلك، لأنه عثر في أغاداش في النيجر على أساور برونزية لها نفس الزخارف، وهذه الأساور تعود إلى الفترة البرونزية،
يعني إلى فترة فجر التاريخ، بينما الأساوي الحلي الأخرى الذهبية مثل القلادة الذهبية أو البصمة النقدية فهي لها تأثيرات متوسطية. لماذا؟ لأن مثلا البصمة النقدية الذهبية لقد ضربت في عهد الإمبراطور قسطنطين الأكبر الذي حكم في القرن الرابع بعد الميلاد، بينما القلادة الذهبية فهي تشبه بكثير تلك القلادات التي كانت تستعمل في العهد الروماني في البحر الأبيض المتوسط. هناك حلقة برونزية نعتقد أنها لها توجد عليها أشكال يعتقد أنها حروف تيفيناغ، لأنها تشبه بكثير الحروف التيفيناغية ولكن هي مجهارية. نستنتج أن تنهينان رغم أنها حسب المعطيات الأثرية عاشت في القرن الرابع الخامس بعد الميلاد، أي في الفترة الرومانية. رغم هذا فإن ثقافة الشعب المنطقة كانت متمسكة بالثقافة القديمة لفجر التاريخ، ثقافة الدفن، ثقافة ممارسة الطقوس الجنائزية. رغم هذه الدلائل المادية ورغم تأكيد المؤرخين على وجود ملكة لتوارك في الهجار، إلا أنه ما زالت بعض الآراء تشكك في ذلك، وما زالت الدراسات الأثرية لم تصل بعد إلى النتيجة النهائية في معرفة صاحب الهيكل، وهل هو حقيقة هيكل تنهينان التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته والتي أسماها تيكسي العرجاء جدة صنهاج الملثمين، والتي أكدها بعد ذلك الأفوكو، حيث أنه بعد أن استمع إلى روايات التوارك حول تنهينان قال إنها تيكسي العرجاء التي ذكرها ابن خلدون. تنهينان باللغة يعني لغة باللغة التركية كلمة من زوز كلمات مركبة، تين وإهانة، تين يعني إهانة، تين يعني صاحبة، إهانان الخيام يعني صاحبة الخيام، واصطلاحا يعني صاحب الخيام يعني تقول تين هنان ولا أجهن ولا ولتهن، يعني دليل عن الأصالة، إنسان لم يقول أصل يعني متأصل عن نسب، كناية عن نسب. أما من ناحية الأسطورية عن أسطورة تنهينان، فقصة تنهينان هي قصة أسطورية محضة. على كل حال يقول لك تنهينان ما كاش منها، هي تنهينان صح أسطورة، وكما يقولوا لي كونسيكونس تاعها في لافي سوسيال باينين هاد الماتريارك، وكاين زوج حوايج اللي محال ينفوا تنهينان، هو وجود معلم كيما هذا اللي منفرد من نوعه كاع في الهجار، وثانية الكنز اللي لقاوه في هذاك الاخر، والهيكل العظمي اللي هو هيكل امرأة، والكنز هذاك اللي مرتبط بالاسطورة يخلوك باش يقول حتى ابن خلدون يتكلم في تاريخ ليسوار دي بربر تاعو على واحد المرأة اللي اسمها تيكسي العرجاء، وحكاية تاع تنهينان تخلي تدخل جذور هذا الانتساب للام يرجع لتنهينان كل مرة يعاودوا ينسبوا. وفي الحياة اليومية وفي الحياة الاجتماعية نشوفوا بلي هذه الظاهرة صح كاينة، هنا مكانة المرأة مكانة عالية في المجتمع التركي، سواء كانت في الإراث ولا في المسؤوليات اللي عندها في وسط العائلي، كل هذا الشيء خلو أن المرأة التركية عندها مكانة عالية في المجتمع التركي. الضريف والنفون الهندس مرادو ست باوين جات الضريف جيت ان اصل التوارق ما زال يخضع لعدة فرضيات واساطير ما زالت تستلزم الكثير من البحث والتدقيق. يقول البعض ان اسطورة تنهينان عادت الى التاريخ مع مجيء الحاج احمد البكري الذي كان امينوكال على التوارق في ستينات القرن التاسع عشر، والذي أراد أن يكتسب شرعيته وامتياز قبيلته كلغالا بإرجاع جذوره إلى هذه الملكة. ولكن مهما قيل وأيا كانت الحقيقة فإن تاريخ تنهينان أصبح جزء من شخصية تيرجي وعنصرا أساسيا من ثقافته اليومية، فتاريخ تنهينان
وعلاقته بتوارق لا يقتصر على الأساطير التاريخية والمعالم الأثرية المكتشفة فقط، ولكنه يمتد إلى الذات التارقية نفسها، فهو عامل حاسم في تحديد العلاقات بين قبائلها، فالتمايز القبلي الذي كان موجودا وتقسيم العمل بين فئاتها ما هو إلا امتداد لذلك البعد التاريخي الذي يربطهم بتين هنان.